بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن التقينا مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى ومعونته على مائدة برنامج عمل اليوم والليلة الذي نتابع فيه أعمال العبد في يومه وليلته، وارتأينا أن نتحول إلى موضوع آخر يعني يقع للإنسان في يومه وليلته ويطرح عليه في إشكال ومسائل يعني لا بد من فهمها ولا بد من معرفتها. هذا الموضوع هو موضوع أحكام السهو في الصلاة، لأننا نجد ونشاهد ويقع لنا كثيرا في المساجد عندما نجد عندما نصلي نسهو ويقع لنا السهو، أو حتى في البيوت عندما يسهو الإنسان وينسى شيئا في صلاته فيزيد أو ينقص. ولما كان هذا السهو موجودا لا مفر منه، وكانت هذه الأخطاء يقع فيها الإنسان ويتعثر، فلا بد من معرفة أحكام السهو، ولا بد من معرفة كيف يجبر صلاته. فالصلاة المجبورة خير من الصلاة المعادة. ومن فضل الله عز وجل علينا أن سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام السهو، كما روى الإمام مالك في المؤطأ بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لست أنسى ولكن أنسى لأسنى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى ولا يكون ذاهلا ولا غافلا في صلاته، بل جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينسيه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يسن لنا سننا تتعلق بالنسيان. نحن الناسون يعني عندما ننسى فكيف نجبر صلاتنا، عندما نزيد فيها أو ننقص كيف نجبر هذه الزيادة أو هذا النقصان. هذا ما سنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى الحديث عنه في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا، السهو في الصلاة. السهو هو أن ينسى الإنسان ويسهو حتى يضيف شيئا لم يكن في صلاته، حتى يسجد بدل سجدتين ثلاث سجدات، أو بدل ركعتين ثلاث ركعات، أو يسر في محل الجهر، أو يجهر في محل الإسرار، أو غير ذلك من أنواع الزيادة أو أنواع النقصان. ويقسم العلماء السهو في الصلاة إلى قسمين، يقسمونه إلى قسمين، أي إلى سهو زيادة أو سهو نقصان. سهو الزيادة عندما يزيد الإنسان شيئا آخر في صلاته فيحتاج إلى جبران ذلك تلك الزيادة، أو وسهو النقصان عندما ينقص شيئا في صلاته فيحتاج إلى الإتيان به أو إلى جبره إذا كان يجبر بسجود السهو. إذن عندنا السهو بالزيادة فنصلي مثلا الصلاة الرباعية خمسا، والصلاة الخماسية، والصلاة الثنائية ثنائية ثلاثية أو الثلاثية الرباعية وهكذا، يعني أن تزيد ركعة أو أن تزيد فاتحة في غير محلها أو أن تزيد سجدة أو ركعة. والسهو بالنقصان أن تنقص فاتحة أو أن تنقص ركوعا أو أن تنقص سجودا أو أن تنقص تكبيرة الإحرام أو السلام أو ما إلى ذلك. فهنا لابد من تقسيم المنسي، لابد من تقسيمه إلى فرض وسنة. فالفرائض لا تجبر بسجود السهو، يعني لا يكفي أن تسجد السجدتين في آخر صلاتك ثم بعد ذلك تجبر هذا النقصان، فلا بد من الإتيان به. فمن نسي الفاتحة، فاتحة الكتاب، فلا بد من الإتيان بها، ومن نسي تكبيرة الإحرام فلا بد من الإتيان بها، ومن نسي السلام فلا بد من الإتيان به، ومن نسي ركعة والسجدة فلا بد من الإتيان بها، لأن هذه كلها أركان، والأركان لا بد من الإتيان بها، لا تجبر بالسهو. ثم لا تجبر بسجود السهو. ثم السهو الذي يترتب عنه السجود هو ما كان سهوا معتبرا، يعني ما نسي في الإنسان شيئا معتبرا،
لأن هناك أمور ربما يعني ينسى الإنسان ويتركها ولا شيء عليه فيها. الأمور التي لا يترتب عليها السجود يعني لا شيء فيها، كمن نسي تكبيرة واحدة من التكبيرات داخل الصلاة. التكبيرات داخل الصلاة يعني أن الإنسان يكبر كل في كل ركعة عنده 5 تكبيرات، تكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدة الأولى وتكبيرتي السجدة الثانية، يعني في كل ركعة 5 تكبيرات، زائد تكبيرة القيام من 2، يعني تكبيرة القيام في التشهد الوسطى. هذه التكبيرات كلها إذا جمعناها فإنها تكون سنة واحدة مؤكدة. فمن نسي واحدة منها فلا شيء عليه، لا سجد عليه، بمعنى أنه ركع بلا ما يكبر ولا سجد بلا ما يكبر مرة واحدة فلا شيء عليه. ولكنه إذا نسي تكبيرتين فصاعدا، أو نسي تحميدتين فصاعدا، يعني سمع الله لمن حمده مرتين، فإنه يسجد لها سجود السهو. إذن لا شيء في تكبيرة واحدة ولا شيء في تحميدة واحدة، سمع الله لمن حمده مرة واحدة، من نسيه لا شيء عليه، ولا شيء في من أطال التشهد الوسطى. مثلا التشهد الوسطى في عبده ورسوله، عندما تصل عبده ورسوله تقوم للركعة الثالثة. ولكن من نسي فزاد وقرأ في التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك ودعا أدعية التشهد، ما دام لم يسلم فلا شيء عليه، يقوم لركعة الثالثة بدون أن يحتاج إلى سجود السهو. كذلك من قرأ سورتين، قرأ سورة نعطينك وأضاف لها مثلا سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا شيء عليه. أو من أضاف قراءة السورة أو قراءة الآيات القرآنية، آيات من القرآن الكريم في الركعتين الأخيرتين في الظهر مثلا، أو الركعتين الأخيرتين في العصر أو العشاء، أو الركعة الأخيرة في المغرب، من قرأ الفاتحة وأضاف لها شيئا من القرآن، آية أو آية أو حتى سورة من القرآن الكريم، فلا شيء عليه. يقول العلماء هذه الزيادات يعني لا شيء فيها، ما يحتاج فيها الإنسان إلى سجود السهو، لا سجود القبلي ولا سجود البعدي. أما السجود الذي يسجد له السجود البعدي فهو من نسي واحدة من 8 سنان، يعني 8 سنان، جمعها العلماء في قولهم سيناني شيناني كذا جيماني تآني، عد السنان 8. سيناني يعني السر والصورة، من نسي السر في محله يعني جهر في الظهر فعليه السجود البعدي، لأنه جهر في محل السر يسجد بعد السلام، وغنشوف إن شاء الله كيف بعد السلام. سيناني السر والصورة، من نسي الصورة هذا أدف يعني السر، من نسي السر وجهر في محله في الظهر والعصر مثلا فإنه زاد، لأن رفع الصوت زيادة وخفض الصوت نقصان. من جهر في محل السر، من جهر في محل السر له عنده زيادة يسجد بعد السلام، ولكن من أسر في محل الجهر عنده نقصان، خفض الصوت يعتبر نقصانا. من أسر المغرب مثلا أو ركعة في المغرب أو العشاء أو الصبح فإنه ينبغي أن يسجد قبل السلام، لأن خفض الصوت يعتبر نقصانا، يعتبر يحتاج إلى سجود النقصان اللي هو قبل السلام. شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، من نسي التشهد الأول أو نسي التشهد الأخير فعليه سجود السهو بالنقصان، يعني أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو سجود القبلي، سجود قبل السلام، يعني أنه يتشهد كما ذكرنا في كيفية التشهد، فإذا وصل إلى نهاية التشهد ولم يبق له إلا أن يقول السلام عليكم فإنه يسجد سجدتين في الأرض بتكبيرتيهما، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم يعيد التشهد على سبيل الندب. على سبيل الندب هو المشهور المعمول به في المذهب، أنه يعيد التشهد ويسلم، هذا هو السجود القبلي، أي أنه يسجد السجدتين قبل أن يسلم. كذلك من نسي، إذن سيناني شيناني تشهد أول تشهد الأخير، تآني لهما التحميدات والتكبيرات، من نسي سمع الله لمن حمده مرتين، أو من نسي الله أكبر مرتين
ما عدا تكبيرة الإحرام. إحنا ما كنت تكلم دابا على تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض لا بد من الإتيان بها، من نسيها لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من القطع واستئناف الصلاة من جديد حتى ليأتي بتكبيرة الإحرام. إحنا كنت تكلم في التكبيرات الأخرى لداخل الصلاة، تكبير الركوع، تكبيرات السجود، تكبير القيام من إثنتين. هذه لو نسي الإنسان فيها إثنتين يعني تكبيرتين فصاعدا، تكبيرتين أو ثلاث فما فوق، فإنه يسجد قبل السلام، يعني أنه يسجد قبل أن يسلم السجدتين ويعيد التشهد ثم يسلم تآني. كذلك جيماني اللي هما الجهر والجلوس. الجهر من نسي الجهر في محله، نسي الجهر في صلاة المغرب أو الجهر في صلاة العشاء أو الجهر في صلاة الصبح، فإنه يلزمه قبل السلام، يعني يسجد قبل السلام، يعني أن يسجد السجدين قبل أن يسلم ويعيد التشهد على سبيل الندب. الجيم الثاني اللي هو الجلوس للتشهد. من نسي الجلوس للتشهد، ما معنى ما نسي الجلوس للتشهد؟ يعني ربما الإنسان يتشهد في القيام، هو يصلي ركعتين ثم يتشهد في القيام، التحيات لله الزكية لله وهو قائم، فإذا وقع له هذا ولو أتى بالتشهد فإنه ينقصه جلوس التشهد. وجلوس التشهد من السنن المؤكدة لا بد من الإتيان به، سواء كان الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير. فالجلوس الأول سنة والجلوس الأخير سنة، إلا مقدار ما يقول فيه المصلي السلام عليكم فإنه واجب، يعني الجلوس للسلام وركن من أركان الصلاة. والجلوس للتشهد أي لقراءة التشهد سنة من سنن الصلاة، فمن نسي جلوسا للتشهد الأول أو للتشهد الثاني فإنه يسجد له قبل السلام سجدتين قبل أن يسلم ثم يعيد التشهد مرة ثانية على سبيل الندب كما أشرنا ويقول السلام عليكم. إذن فعندنا السنن التي يسجد لها قبل السلام محدودة، محدودة على رؤوس الأصابع، وهي ثماني سنن. الأولى السر في محل الجهر، الجهر في محل السر، الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، التحميدات يعني سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده في الصلاة، التكبيرات، التكبيرات داخل الصلاة ما عدا تكبيرات الإحرام، السورة، نسيان الصورة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، هذه السنن نسجد لها قبل السلام. قد يحدث للإنسان أنه نقص وزاد، يعني أنه زاد الركعة الخامسة ونقص الصورة مثلا، أو نقص التحية الوسطى أو التشهد الوسطى، فإنه اجتمع لديه الزيادة ونقصان. كيف ما كانت الزيادة، إذا كانت الزيادة معتبرة يعني زيادة ركعة، زيادة سجدة، زيادة ركوع، زيادة الفاتحة، هذه الزيادة كلها تعتبر زيادة تحتاج إلى السجود القبلي إلى السجود البعدي. كيف ما كانت الزيادة اجتمعت مع النقصان، مع نقصان صورة أو مع نقصان تشهد أو مع نقصان جلوس للتشهد أو مع نقصان تحميدتين أو تكبيرتين، فاجتمع لديه الزيادة والنقصان. ماذا يفعل المصلي عندئذ؟ إنه يغلب النقصان.